يشوف شكلك كلامي صح. حبيته. السلام عليكم، معكم زايد في لعبة Fractured Mind. اولا الله ينعم عليكم، ثانيا لا حد ركز على الحبة، انا شوف احس اني راح اكررها في كل فيديو لين ما تختفي الحبة. ممكن بعض يقول ما حد راح يتكلم لو انت ما تكلمت عنها، لا يا حبيبي انا عندي سوابق اوكي، وعارف الكومنتات كيف راح تكون لو ما تكلمت عنها، لذلك اتكلمت. قبل ما نبدا لا تنسوا صلاة على النبي اللهم صل وسلم على محمد، وخلونا نبدا. اوكي شباب هذه هي اللعبة، ما في مين منيو، ما في اي شيء، واللعبه شاب زي ما تشوفوا كيف تحسوها واقعيه ما ادري كيف، وايضا هذه لعبه رعب، يعني الله يعين شاب لعبه رعب وواقعيه كذا. يا ساتر ايش هذا؟ اوكي لا الصراحه ما توقعت انها واقعيه لهذه الدرجه، حرفيا كان هذا يعني كانه واقع حقيقي هذا شاب الريل لايف. ولكن دايم يا عيال عندي مددس، الحمد لله اني مش بس امشي وخلاص، عندي مددس يا حبيبي. بس الحين وش صار العب في عميل اف بي اي ولا ايش؟ يوهو سلامات. واذا انا العب في عميل اف بي اي ايش هو هدفي؟ ما ادري يا عيال عارفين كذا راميني ولا عارف اي شيء. اوه دايم بعد اقدر انط. ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي السؤال هنا شباب هل عادي اطلق ولا لا؟ اتوقع ما راح نعرف الا لما اجرب اطلق. دايم واسوي رو... يا سلام. بس يعني ليه متى بنقعد نمشي؟ انا جالس العب فراكتشرد مايند ولا العب ديث ستراندنج؟ ولا هذه اللعبه شاف فيها جمب سكير؟ يعني هي لعبه عندي غالبا راح يكون فيها جمب سكير. نعم يا حبيبي ليه متى امشي؟ يا القطار ما يخلص عارفين ما يخلص القطار. يا اخي عشان لازم اطلع ولا لازم اطلق هنا؟ دايم يا اخي متحمس لما يجون الاعداء، احس ودي اقاتلهم بهالمسدس. يا اخي احس انه في شيء غريب يا عمي، مستحيل كذا مكتوب. ايوه لاحظ شو اسمه التفاصيل، تحتاج 5 أحرف عشان تفتح القفل، انه مخبى في اللعبة، تحتاج تخلص الجسم عشان توصل النهاية، هذا ما يكسر الجدار الرابع، وانا قاعد امشي من اول واقول يلا متى راح يبدا، طلع في شيء. اوه الصار 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 الو هلو This is FBI زنداني. What happened؟ ايش السالفة الحين؟ عادي امشي كذا يعني ولا ايش؟ بعدين صبر هذا يقول لي يعني في كود شيء كذا، الكود وين اصلا؟ هذا هو الكود؟ اوكي الحين اسمع الراديو. اوكي وات ايش قاعد يصير؟ ما ادري يقول انه في حد قتل زوجته شيء كذا. ما احس اني اهتم الصراحة. ابى اقاتل وحوش انا. ابى اقاتل اعداء. اوه شوب اقدر اخذ هذه الورقة. اوكي شوب هنا مكتوب اي. ما اتوقع هالمعلومات مهمة صح، بس الورقة اللي ورا. طيب و اي يعني وين؟ وين اكتبها المشكلة؟ هذه المشكلة، وين اكتبها؟ هل انت تصاب بالجنون؟ اتصل الان على 4077. انا ودي اتصل الصراحة لكن ما ادري وين اتصل. واضح ان هذا شخصيتي هطف، ما عنده تلفون ولا شيء. كنا ها؟ كأن المكان صار فيه لدم، كأنه مش اكيد يعني. اوكي انا شاب مكتوب 8805. يا اخي زين وين احط الاكواد؟ لا تقولي وين احطها، لا شكرا. يا اخي ما ادري هل هذه نفس لعبة المخرج الثامن مدري ايش هذاك؟ مستشفى اقعد الاحظ الفروقات يمكن ولا شيء. ايوه وات از ذس، مين اللي صب النوتيلا هنا؟ من هو؟ طيب يلا شباب ورقه ثانيه نفس الشيء. ايه اوكي اتوقع شباب جالسين نتقدم لان المكان صار مظلم نوعا ما. ما ادري يا اخي انا ما لقيت يعني اشياء ثانيه. هل بعدين في النهايه راح يقول لي اكتب الكود يلا؟ ايه ايش صار؟ المكان فجاه كذا صار دم او النوتيلا. يا عمي حتى النوتيلا مو بشكله كذا يا عمي. هذا فيمتو. ياب نعرف ايه ولا او لا المره ما في ايه. كل الشغل مكتوب ميردر او ميردر قاتل، الاسم ميردر، العنوان قاتل، الهويه قاتل، رقم التليفون العائله، كل شيء قاتل. اوكي بالعافيه عليك يا حبيبي. المكان كله دم، مين اللي سبب هالدماء؟ ابغى قاتل مسبب الدماء. يا اخي هذه اللعبه تجيب لك اشياء كذا بس ما ادري تحس انه ما في شيء، مفترض انه في شيء لكن ما في شيء. وغالب الاشياء يقول لك صحه نفسيه وما ادري ايش. شكلها الاف بي اي هو اللي اخيرا في ناس، في ناس عيال ماني مصدق في ناس. هلو انجل شو عادي اطخهم ولا ممنوع؟ يا والله ودي شو خوف يرجعني يا شباب. بس ايش السالفه ليش كذا كلهم واقفين؟ وجههم بعد مغطى وهذا مخيش لازال يتكلم. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. قاعد يسبني. يقول لي أنت قاتل. أنا مش قاتل. أنت قاتل. أنت قاتل. لا لا أنت مردرر. أنت مردرر. لا لا أنت مردرر. مش أنا المردرر. أنت المردرر. أوكي عشان فهمت الوضع نوعا ما يا عيال. أتوقع أن الشخصية حقتي موجودة في المستشفى الحين. والحين هو ما أدري جالس يتلقى علاج نفسي لأنه قتل حد.
فيحش بالذنب. ايش رايكم بالهذا يا شباب؟ يا والله شباب تخيلوا يطلع كلامي صح. ما ادري احس ان هذا اكثر شيء منطقي يعني. بما ان انا شاب عندي تجربه مع القتل واوكي لا امزح 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 يوتيوب جاست كيدنج يوتيوب. والله شباب ما تدرون اليوتيوب يا شباب ياخذها كذا على طول. يا خنجان هل اقتل هذول الناس ولا لا؟ لاني انا قاتل لازم اقتل ولا؟ والله شباب ما ودي اسوي قرار غبي كذا على الفاضي واعيد بعدين. نقطع ام المشوار يا عمي 50 مليون مره دخلت قطار كذا. بس ايوه حس الوضع اختلف الحين. مكان الناس صار مختلف. مكتوب لا تضيع طلقاتك ممكن تحتاجهم بعدين. مين يعرف ايش ممكن يجي بعدها؟ ما في اصلا شيء تطلق عليه على الاقل مش الحين. اوكي انه في شيء انا حسيت بس كذا شكل حاطينه. بس اصلا كيف اعرف كم طلقه عندي؟ ايش هذا؟ الو ايوه بدينا. اوكي شباب اسحب كلامي ما ابغى قاتل وحوش ولا شيء رجاء خلوني بس كذا امشي في القطار. بس هاي المكان تغير يا عمي كله صار دم. الشيخ اكيد في لغز يا اخي شيء كذا لانه هو يقول لي انه يعني ركز على التفاصيل. بس المشكله هنا يا اخي التفاصيل صعبه نوعا ما. يمكن انعكاس الدم يبين رقم كذا ولا شيء. اوكي هذه تو ماتش. ولا شكل المطور يبغاني كذا مع كل مرور اني اقعد كذا احفظ اكثر مره عشان في النهايه بيطلب مني كود صح. بس صور وات كأنهم صاروا مجانين هذول ولا ايش؟ هذول مو بشر يا حبيبي هذول زومبي. يوهو الوضع بدا يصير يوتر يا عيال. لكن انا لازم ما اخلي التوتر يبعدني على الشيء اللي ابغاه اللي هو الاكواد. الله ما ادري يا عيال خلونا نمشي وبس. يا اخي احس التكرار هذا مش عبث. احس يقول لي ان في شيء كذا يعني انت ما شفته. بس انه في كثير اشياء يا اخي والله هذه صعبه جدا. اوكي والله كنت عاص انه بيصير شيء. بس اوكي ايش السالفه؟ يا عيال لا لا بسم الله ليش طالعوني يا حبيبي؟ عندي مسدس ترى راح اطقكم واحد واحد. اشتاق لكم يا تمي. صبر هذاك قاعد يعطيني شيء. صبر شباب اكيد هذا الشخص هو اللي انقتل من البطل صح؟ البطل قتل هذول الاشخاص عشان كذا يطاردونه. بس اوكي شكرا عشان انك اعطيتني هذا الشيء. ايش هذا بعد؟ ايوه شوف دماءهم البريئه عليك انت. يشوف شكلك كلامي صح. خبيته الكلب. الله يا اخي والله مش فاضي للحركات يا اخي. ايش هذا يا اخي؟ يا اخي والله ما توقعت اللعبه كذا يا اخي. يا الله. طب يا اخي انا ما شفت ورا الصوره عشان كذا. اوه ماي جاد مان. طيب يلا شباب انا مستعد. ايوه واضح انه يا شباب هذا ما صار قطار يا عيال. هذا شكله يبين الجريمه حقتي صح؟ والله ما ادري بس كل اللي اعرفه شباب لازم اجهز المددس. شوفوا كيف الاماكن صارت مختلفه يا عمي. ايوه هذه الجريمه. لا يا اخي ايش سويت انا؟ يا اخي المشكله ما يبين نوفمبر 16/2022. طبعا مكتوب 2024 8/3 بعد اللي هو تاريخ اليوم يعني حرفيا تاريخ اليوم. وهذا شاب مكتوب قبل سنتين. وصبر صبر هذا الشاب قاعد يردد كلامه. Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them? ليش ما انقذتهم يا مايكل؟ اوكي يعني انا شاب الشخص اللي اسمه مايكل. ايوه اراقبك تراني. كل حد كذا مغبش الا انت ها؟ لا تتحول لا تتحول. ايوه وين شوف في كلام. دير مستر مايكل اكيد ارسلت لك رساله لاني ما اعرف كيف اتواصل معاك. انت يعني سحبت على اتصالاتي والايميل حقي ما حتى تجاوب على بابك. ماذا حدث؟ كنت تسوي تقدم حلو. الكوابيس بدات تتوقف. الصوت ذهب. انت واميلي كنتوا في حب مره ثانيه. رجاء يعني اتواصل معي باسرع وقت. انا يعني بديت اقلق جدا. مع كامل تقدير دكتور. شفتوا كيف دكتور ها؟ ولا صبر هذا قتل يمكن زوجته ولا شيء صح؟ هو اللي قتل زوجته. يا والله شكل القصه حلوه يا عيال. انا احس اني خلاص ابغى اكمل عشان القصه. بس يا اخي لا تطلعوني يا اخي رجاء. انا اندرمان ما احب حد يطالعني. اوكي؟ اوكي اوكي ما راح يصير شيء. اوكي ايوه ايش هذا بعد؟ كانه هنا في سجن. اوكي لا فجاه اختفى. يا حبيبي مش قادر اركز مع الاشياء الثانيه. بسم الله. اوكي لا هذا شاب واضح انه بيجيب بدون انتاج لو بينته. والله يا اخي اللعبه هذه شاب بدت يعني ما تخليني ارتاح الصراحه. والالعاب اللي ما تخليني ارتاح.
ابغى بس اوصل نهايتها. Save them Michael. Why couldn't you save them Michael? 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 شفتوا اللي شفته؟ لا يا اخي والله مش فاضي الجمب سكير. ايش هذا يا عمي تقول كأنك ليكر من Resident Evil. يا اخي الوضع والله صار يوتر مره. والله يا اخي كمان يا مايكل حاول تسيطر على ما ادري الكابوس هذا اللي انت فيه. يا اخي ليش كذا فجاه تحول؟ خلني اشوف الغرفه. اوكي يلا شاب اجزاء اخرى. الله يعين. الوضع بدا يوتر يا عيال والله الوضع بدا يوتر. هذا يده مشبوهه يا عيال. يوه هذا يده مشبوهه انزين. لا حول ولا قوه الا بالله. وين راح المسدس حقي؟ وين راح المسدس حقي؟ هاي برو ما عندي مسدس. وات ذا هيل شو هذا اللي على اليمين؟ او ماي جاد يا عركت والله عركت يا عيال. يقطع عم الرعب النفسي يا اخي شو هذا؟ وات ذا ايش هذا؟ لا يكون اللي في بالي ام 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 هذا عرفت كيف؟ ايوه اي لاف يو بيبي. هذه زوجته شكلها اللي قتلها. يا عيال اقسم بالله من التوتر ماني قادر اركز. يا اخي وين راح المسدس حقي يا اخي حرام عليكم. ايش لازم احبي زين؟ ليش؟ ليش لازم امشي في هذا الكابوس هذا؟ يا شباب تكفون لا حد يحول علي ولا شيء. حبيبي المكان صار مره غريب. قلت شو مدري كيف وما ما 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 ادري يعني والله ما ادري يعني هذا شوفوا كيف يده. اوه ماي جاد ايش هذا يا اخي ليش الو ماما انقذيني انا في الظلام الدامس. يلا يا عيال شكلي راح اموت في اي لحظه راح يجي جمب سكير الارض ولا صبر انا قاعد امشي وين انا حبيبي انا وين قاعد امشي في شيء يبلكني انزين. اوكي اتوقع عديته. يا قهر يا اخي وين راح المسدس يا اخي بس يقطع ام المكان ايش صار فيه. اتوقع شاب اي حد يركب المترو كذا يعني بين فتره وفتره خلاص لو لعب هذه اللعبه ولا شاف هذا الفيديو بيكنسل. حبيبي the things are not good man يعني واقعيه ودماء ما اتوقع ان هذا كومبينيشن حلو الصراحه. بس الو انا ما اشوف شيء يا حبيبي كيف تباني اهرب ولا اللي هو يعني وانا مش شايف شيء ما عندي فلاش لايت حتى ولا شيء. اوه وات صار الو انا عايش انا ولا ايش يا حبيبي كيف اتقدم في هذه اللعبه. اوكي حلو ان هذا موجود. يا والله ما انا مش عارف حتى ويني انا رجاء اطلب المساعده اي حد في الكومنت يعرف وين احنا رجاء يقول. يا حبيبي ايش هذا ولا كيف اتقدم ابى امشي. اوكي انا مكتوب ايش باسنجر. اوكي يعني اللي داخل القطار هذا توقعوا التاخير شيء كذا. اوكي شاب توني شفت في اليوتيوب واتضح انه صار لي جلتش يا عيال صار لي جلتش بحيث ان المسدس حقي اختفى والمسدس فيه له فلاش لايت فبهالطريقه انا ما اعرف ايش اقدر اسوي ما ادري حتى اذا تقدر تتقدم مع هذا ولا شيء ولا ما ادري الصراحه. صار بق ما يصير الا علي سبحان الله. واللعبه هذه بعد ما فيها تشيك بوينت يعني اخذ لك احسن. اوتش اوكي فجأة المسدس حقي رجع. ليتس جو سبحان الله. بس يا اخي ايش قاعد يصير يا عمي لازال في بق يا عمي. يا ليل يا اخي ما شايف شيء يا اخي في شيء يغطي المشكله يا اخي شباب زي ما تشوفون اوريدي في بق لان يا اخي هذا ما ادري الجزء هذا يغطي على الفلاش لايت. مان يا اخي ليش كذا حظي خايس يا اخي دائما يا اخي شباب بسبب هذا البق خلاص ما احس اني اقدر العب الصراحه. ما هو لانه يا اخي ما اقدر اسوي شيء اكيد في شيء لازم اطالعه لكن هذا يخرب ما مستحيل حرفيا مستحيل. بس احس ان شاب وصلنا على النهايات فخلاص خلونا نشوفه في اليوتيوب. والله شو يا شاب والله هو علق علي 50 دقيقه جالس العب على الفاضي مطور التعبان هذا ما يصلح بقات ايش اسوي انا ايش دخلني انا لو على الاقل في تشيك بوينت ولا شيء اوكي لكن ما في ولا شيء وكل مره جالس اعيد نفس الحلقه لازم اسوي شيء لكن ما اقدر. يا اخي اقسم بالله حظي مره الزفت يا عمي. اوكي شاب زي ما شفتوا وات اوكي شغله تركب الاجزاء كذا صح. انا سبحان الله جاني جزء ما كنت ابغاه جزء عارفين بس كذا استهبال. اوكي بعد تشيلها الرجل شوف كيف شكله طاع عمي ويا احس انه معروف تكمل كذا الاجزاء يعني. اوكي شاب هذه اليد. اوكي شاب بعده يوصل عند درج ويسوي لوك بيك عشان عشان يلقى الراس. اوكي اخر جزء يا بسم الله. اوكي شو السالفه؟ كنا في طلق هذا شو يبين الجريمه حقته ولا ايش؟ اوكي هذا الشخص يحاول يطلق بعد اوكي طيب وبعدين يعني بس كذا ولا عشان يعطي له حرف ان صح؟ لانه في اي والحين في ان. الصبر كنا هالغرفه غريبه بعد وات ايش هذا بعد؟ امعاء اوكي في المزيد من هذا بعد والله ما ادري ايش هذا شاب واضح انه في رمزيه قويه رمزيه لا يستوعبها العقل البشري. ايوه هذا هو الكود
شكله يا عمي صعب الفيديو طفش من اللعبه يعني كل هذا وفي الاخير تعطيني كود ما لومه الصراحه. اوكي يلا شباب خلونا نشوف واحد ثاني جن. اوكي الكود يطلع ديمن. اوكي وات اطلق علي يا حبيبي بسم الله وات شو هذا اوكي يا ساتر شو حتى الانيميشن مضبوط حسه نوعا ما ما ادري كيف يا ساتر والله ما لوم الشخص انه توتر نفس كذا بس اوكي خلاص الوضع رجع طبيعي كانه اوكي لا والله شيء يخوف يا عيال الحمد لله صار الجلتش يا عمي ما ابغى اعيش هالتجربه الصراحه بس يا بطيء هذا نوعا ما ولش والله ارون نو لكن اوكي هذا ممكن يدرعم في اي لحظه يا ساتر شو هذا ول يو او ماي جاد ميت خلاص وات شو يسوي هذا وات قاعد يضرب واو لا الصراحه الهيبه راحت خلاص ولكن اوكي ما تتوقع بعدين سوى وات ايش هذا بعد مكان ثاني كذا كل امه دم هذه هي زوجته صح انا وقت نايس طلق عليها وخلاص جي جي وخلص شباب انتهت اللعبة او الصراحة لعبة زي الخرخ والله شباب ما توقعت انها تكون سيئة الصراحة انا اعتذر على هذا الشيء لكني خلاص صورت لمدة ساعة لذلك يا شباب ما عليكم ان شاء الله الفيديو القادم اعوضكم بشيء احسن من هالخياس هذا ويلا شباب هنا وصل الفيديو اتمنى عجبكم لسوا لايك والى اللقاء.